اللي ما يعرف سعد علوش يحكم عليه صحيح. والحكم هذا ساعات يكون جائر، يقول عرفت فلان، قال عرفته، قال عشرته، قال لا، قال أجل ما عرفته صحيح، صح ولا لا؟ وهذا صحيح. معروف. لكن ليش بعد هذا اللقب قيل بأن سعد أصابه الغرور، ما قام يرد على التليفونات، ما قام يرد على ربعه، ما قام اعتزل نوعا ما، ما وصلتك هالمقولة أكيد، وقيل هذا الأمر في فترة سابقة، هل اللقب بالفعل أثر أو هل الشهرة؟ أنا أشوف أن اللقب ما كان في وقت معين علشان أنا أصير بعد هذا الوقت شيء أو قبله شيء ثاني. هذا واحد. اثنين، أن الناس اللي يحكمون على الرجال بعدم رد أو رد، هذا حكم جائر. ليش؟ لأن الغلا ما هو في تلفون ولا هو في واتساب ولا هو في تويتر. الغلا وتقدير الرجال أنك لو واجهتهم، من له عازة ولا من له حاجة ولا من له قدر عليك ولا من له حق عليك، يجيك صحيح. يأخذ منك الرجال من رأسك. ما هو بعد تواصل ما تواصل. لذلك اللي الناس ما اللي يحكمون من هذه الزاوية هم هذا الحكم ناقص يعني. فما أعتقد أنه راح يكون صحيح هذا. ولكن أنت يعني وصلك هذا، سمعت؟ لا، عموما أي مشهور لازم أنه يتهم بالغرور حتى يثبت العكس. العكس هذا أنا ما أدري إيش. هل أنا أجي وأصير صديقك علشان أثبت لك؟ أنا عندي بيتين أذكر أنه يقول على هذه السالفة. إيه زي بدينا نطلع في أشياء جديدة. لا صدق، اللي يقول خذ العفو وترفع عن الناس لو يخطون، ومن ظن فيك بسوء خله على ظنه. الله الله، ترى سيئين الظن لأنفسهم يسيئون، يربي في صدره مخلب وينجرح منه. الله، ولا شغلتك تحسين ظن اللي يظنون، ترى الناس ما بيدعهم النار والجنة. ما يصير انت رجال تخليه شغالك تروح تشوف هذا ظن فيك ظن سيئ تروح تصلحه. ما عندك وقت صراحة. من قابلني يبشر بشعاده من اللي عليهم اللي حق. كفو. ولا الناس الباقيين اللي يحكم يحكم. كفو كفو. الرجل المشهور الإنسان عموما معرض للزين وللشين، معرض للقيل والقال، طبيعي يعني. طيب وجابر، طبعا بطبيعة الحال حكم الناس للناس صحيح، لكن اللي بيعاشر وبيشوف إن كان حكمه مثل ما هو حاكم ولا إن كان يعني غير حكمه. بصر الله فيه. ها؟ بصر الله فيه. كيف الله فيه على قولة القائل.